أهلا بكم من جديد. اعتقل رجل دين سعودي وكان سبقه رجل آخر. أقفلت 4 محطات تلفزيونية وتبع أقفال مواقع إلكترونية، كله لأجل خالد عبد العزيز التويجري، فهو الدولة والدولة هو. يقول الخبر إن السلطات السعودية اعتقلت يوم الجمعة رجل دين متطرف يدعى يوسف الأحمد. والأحمد هذا يلقي بمسؤولية استمرار الاعتقالات من دون محاكمات على الملك السعودي ووزير الداخلية الأمير نايف ومساعده الأمير محمد بن نايف. لكن الخبر ليس هنا، وما نسب إلى الأحمد من تضييق على حرية المرأة وعدم اختلاطها بالرجل هو مسألة عابرة، لعلمنا أن السعودية لم تكن يوما نصير المرأة ولم تخض حملة على من يقف أمام تطويرها في المجتمع. إذن ما هو السبب؟ إنه خالد عبد العزيز التويجري، رجل بمناصب كثيرة أدت إلى التضحية بمنصب الأمير عبد العزيز بن فهد وغيره من الأمراء والمستشارين، ليصبح التويجري محتكما على 11 مركزا قياديا في المملكة. فهو سكرتير للملك وقائد الحرس الملكي ورئيس الديوان الملكي ونائب رئيس مركز الدراسات المتخصصة والأمين العام لهيئة البيعة التي تشرف على اختيار الملك، وله دمجت رئاسة مجلس الوزراء بالديوان الملكي وتولى رئاستها بمرتبة وزير. وأضف إلى كل ذلك إنه شاعر ويتلقب بساري، وله قصائد تغنى غناها محمد عبده وطلال مداح وماجد المهندس الذي منحه فيما بعد الجنسية السعودية مكافأة له. التويجري هو دولة والدولة هو. وقد انتقده الشيخ يوسف الأحمد ولم يقرب من انتقاد الملك، بل حرص على الإشادة به والقول إن البلاد في بطانته. هذا الجناح خطير، حديث الناس في المفارس الصغير والكبير، القاصي والداني، من هو هذا؟ الناس الغالب لا تسيء الظن مثلا في الملك، والناس دائما يقولون البلا في البطانة، ما تكاد تجلس المجلس اللي يقول البلا في البطانة. منهم حديث الناس يدور أيضا على شخصية واحدة، وهي شخصية خالد التويجري رئيس الديوان الملكي، إدارة الناس من خلال الهاتف وإفساد المجتمع وتغريبه واستجابة للمطالب الأمريكية والسياسة الأمريكية والأجندة الأمريكية في المنطقة. أدى هذا التصريح بالشيخ الأحمد إلى السجن، وقبله أقفلت 4 محطات تلفزيونية تجرأت على نقد التويجري وإلى إغلاق عدد كبير من المواقع الإلكترونية في المملكة ومن بينها إلاف. بعيدا عن أيادي الأمن، فتحت على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صفحات تندد بالتويجري وتطالب بإقالته. حتى النكات أصبحت تويجري بطلا لها، نكات انتشرت في المملكة منها القول أمر ملكي يعفى جميع الوزراء من أعمالهم ويعين التويجري، أمر ملكي آخر إقالة جميع الموظفين والموظفات وتعيين خالد التويجري.